أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل ويربرغ يؤكد أن عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا لا يمكن أن تكون قسرية بسبب الظروف غير المناسبة في البلاد وغياب الحل السياسي. نائب وزير الخارجية الألمانية توبياس ليندنر يقول خلال لقائه هيئة التفاوض السورية إن بلاده تدعم الحل السياسي في سوريا وفق القرار الأممي 2254 وتفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة. وزير الدفاع التركي خلوص أكار يقول إن زعماء تنظيم PKK يناشدون من أجل وقف العمليات التركية لمكافحة الإرهاب شمال سوريا والعراق. وزير الخارجية التركي يقول إن بلاده تسعى لإعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام أيضا بشكل آمن وليس فقط إلى مناطق الآمنة في الشمال السوري، مضيفا أنه من الضروري تنفيذ هذه العملية في إطار القوانين الدولية والتركية. قوات سلطة الأسد تستهدف بالمدفعية أطراف بلدة أحسن بريف إدلب الجنوبي وفق مراسل حلب اليوم. فرق الدفاع المدني تخمد 6 حرائق شمال غربي سوريا أمس الجمعة، منها 3 حرائق في الأراضي الزراعية وحرق في مكان لتجميع الكرتون وحريق في منزل وفي مطبخ.